سابقة من نوعها في المغرب، امرأة تدرب فريقا للذكور. حسناء الدومي أستاذة للتربية البدنية ولاعبة سابقة لفريق أطلس 05، حاصلة على دبلوم تدريب باء ومؤهلة للحصول على الدبلوم ألف، ليتم تعيينها كمدربة لفريق الاتحاد الرياضي الفقيه بن صالح الذي يمارس بقسم الهواة خلفا للإطار الوطني محمد العريف. الدومي أصبحت أول مدربة تتولى مسؤولية قيادة فريق الرجال في الوطن العربي. شغفها الرياضي بدأ منذ فترة الدراسة دون أن يؤثر على تحصيلها، بل نجحت حسناء في التوفيق بين الدراسة وكرة القدم، وتحصلت على الإجازة في شعبة الاقتصاد والتسيير. بعد اعتزالها الكرة عادت لتأسيس أول نادي نسوي بمسقط رأسها في الجماعة القروية أهل المربع تحت اسم الجمعية الرياضية أهل المربع لكرة القدم. قوة شخصية حسناء وعشقها الكبير للساحرة المستديرة قادها إلى تدريب منتخب عصبة تادلة لكرة القدم النسوية، كما حظيت أيضا بعضوية اللجنة الجهوية لتطوير اللعبة بجهة بني ملا الخنيفرة. لا تخفي حسناء الدومي تأثرها بأسلوب المدرب وليد الركرادي الذي تألق رفقة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وكان من حسن حظها أن تسلمت دبلوم التدريب من يد الناخب الوطني الذي تعتبره حسناء مصدر إلهام لها. الدومي تسعى لخوض تجربة مغايرة بين عالم الذكور على أمل أن تنجح في مهمتها بميدان التدريب الذي ظل لوقت طويل حكرا على الرجال فقط.